الحمد لله على السلامة يا جيهان. أنا عارف إن أنت لسه تعبانة، ويمكن ده مش وقت الكلام اللي هقوله، لكن صدقيني الخروج من دايرة التجارة شيء خطير ومش سهل، وأكبر غلطة ممكن نرتكبها دلوقتي إننا ننسحب، وديك شفت اللي حصل. المرة دي مش عارضك في أي حاجة يا سليم، اعمل اللي انت عايزه، بس المشاكل اللي احنا فيها دي تخلص بقى، وترجع لي حق أولادي وحق زين الصغير. مش عايزك تحملي هم حاجة خالص، وموضوع زين ده اعتبريه خلص خلاص. يحيى خلص كل حاجة. يحيى؟ يحيى يا جيهان، احنا عمرنا ما حيبقى لنا هيبة تاني غير لما يرجع اسم العطار، ويرجعوا العطارين اللي كل الناس بتعمل لهم حساب عشان قوتهم وعلشان خوفهم على بعض. عشان كده انا ناوي اجمع العيلة كلها ونقعد ونتكلم ونتفق إن كلنا في ظهر بعض. الموجة المرة دي كانت عالية قوي يا جيهان، ولو كل واحد فينا ما وقفش في مكانه المظبوط المركب هتغرق بينا. صح، أنا معك في أي حاجة هتعملها، بس وعدني عيالك وعيال زين أمانة في رقبتي. اللي حصل في العملية اللي فاتت دي مش قضاء وقدر، لا أنا اتغدر بيه. قصدك كلنا اتغدر بينا يا سبيه، ولا احنا مش في مركب واحدة ولا ايه؟ أنا عملت اللي عليا يا سبيه، البضاعة طلعت مطروح وسلمتها ليوسف يد بيد. قصدك ايه يا هارون؟ قصدي ان انا ماليش في حكايه الغادر دي، انا كلامي كلام رجال مش كلام حريم. انت ازاي تتكلم معاه كده اصلا؟ ما تبس بقى، انتوا هتخانقوا مع بعض قدامي ولا ايه؟ الخاين هنعرفه، مساله وقت مش اكتر. الرجال اللي عندي ما كانوش يعرفوا ان في بضاعه داخله من الطريق الشرقي، وما يعرفوش البضاعه دي تبع مين. مش يمكن يبقى حد من رجاله موسى اللي اتقبض عليهم في العمليه اللي فاتت؟ ما اعتقدش حد من رجاله موسى، كان زمان اتقبض عليا او اتقبض على موسى او حتى استجوبوني. وبرضه ما اظنش حد من الرجاله الصغيرين دول ما يعرفوش غير اللي احنا عايزين نقوله لهم. تمام، تأمرني بحاجه يا سيف بيه؟ في امان الله. عن اذنك. وانت ناوي عليه يا شيخ هارون؟ الاوتوموبيل يا سبيه، لو في شغل ماشي، مفيش روح اطمن على القبيله. عايزك تشد الحراسه على نفسك، يحيى العطار مش هيسكت، مش بعيد تلاقيه مستنيك هناك. يا مرحب بيه. يا مرحب بيه. الحمد لله على السلامة يا عمي. الله يسلمك يا يحيى، الحمد لله على سلامتك انت واخواتك ومراتك. ياه، زي ما تكون شوطة وكانت هتاكلنا كلنا. اول مرة احس ان انا مكسور، ما كنتش عارف اجري على مين ولا مين. اول مرة في حياتي احس ان انا عاجز. الحمد لله جت سليمة. سليمة ازاي يا ابن عمي؟ الواد مات في بطن امه. ربنا يصبرك. ما
بقول لك ايه، احنا مش جايين نصبر في بعض ونطيب في خاطر بعض، احنا جايين النهارده علشان نحط النقط على الحروف. لازم الكل يعرف ان العطارين رجعوا، ومش بالكلام، لا بالفعل. اي حاجه تشوفها يا عم في مصلحتنا وفي مصلحه العيله انا معاك. وهو ده بالظبط اللي انا عايزه، اننا نكون مع بعض، لان ده سلاحنا الوحيد. النهارده عندنا اجتماع بالليل، عمار بلغ الكل، وحسن وفارس على وصول. يا جهنان بجد؟ انا رحت لها بدري واتكلمنا مع بعض. وقالت ايه؟ قالت اللي كان لازم تقوله من زمان. سلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عمار؟ اتفضلوا. ازيك يا عم؟ ازيك يا يحيى؟ ازيك يا حسن؟ ربنا يعوض عليك. تسلم يا اخويا. الحمد لله على السلامه يا ابو علي. الله يسلمك يا عم. امال فين فارس؟ فارس قال لي ان هو يلحقني على القصر، وبعدين قال لي انه هيكلم حضرتك ويشرح لك. اه طيب، اسمعوني بقى كلكم، الاجتماع بتاع الليله دي هيكون عشان نعرف العطارين اننا كلنا في خطر، واننا لو ما اتجمعناش مع بعض هنغرق. لكن ايه اللي هيتعمل ده مش هيتقال في الاجتماع، ده هنتفق عليه دلوقتي هنا. وعشان كده انا قصدت التجميع دي بالذات. انا معاك يا عم في اي حاجه. لا يا عم يحيى، انا مش عايزك معايا في اللي اشوفه غميدي كده، ولا عايز حد فيكم يوافق على اي حاجه اقولها. احنا عايزين الاول نتناقش ونتفق ونقرر، واللي نتفق عليه هو اللي هيتم. توكل على الله. انا كمان شايف ان آن الاوان. وانت يا ابو علي؟ انا معاك يا عم. على البركه. طب اسمعوني كويس، بمجرد ما يخلص الاجتماع ده كل واحد فيكو هيتحرك علشان ينفذ اللي هيطلب منه، لان من هنا ورايح مفيش طار هيبات، وعقارب الزمن هتقف لغايه ما العطارين يظبطوها من جديد. زمن العطارين راجع من تاني.